اذا حتى اعملها خمسة لازم ارسم ترانجلر ويف فورم منها خمس اضعاف الفريكونسي. هلا خمس اضعاف الفريكونسي راح ارسمها تقديرا انا، لانه عندي انا 24 مربع، 24 على 5 تقريبا 5 تقريبا 5 1 2 3 4 او هي راح تكون قديش بالضبط؟ 25 4 و8 4 وشيء مش هيك؟ هي 1 2 3 4 راح اخذ شويه صغيره من هون وتقريبا نصها راح يصير هون، راح يصير عندي هاي هيك. ولازم التزم بالام اي، الام اي لسه قديش؟ واحد. وانا خربت الام اي مباشره مش هيك؟ خربناها مزبوط. لازم تكون الامبليتود والا راح يبدا يتغير ايش معي؟ اذا عندي هذه هلا هون هيك وهيك، وهي الامبليتود هون والزيرو هي هون، فصار عندي هلا بين هون وهون تقريبا هي واحدة. في بدنا كمان واحدة هلا، 4.8 بالعشرة و 4.8 بالعشرة شو هتصير عندي؟ 9.6 بالعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا هون هلا بدي اللي بعدها، فناخذ هيك هي واحدة وهي تنتين. هلا بدنا كمان 1 2 3 هي 1 2 3 4 لحد هون شوي، وناخذ نصهم اظن نصهم بتيجي هون، هي واحدة هي تنتين، هي صار عندي خمسة. وبعدين بدنا 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 هي لا هاي ناخذها هيك، هي واحدة. هلا هون هاي شوي صعبة، شايفين هاي اللي هون وشايفين هاي اللي هون شوي صعبة، هي يعني يا دوب عماله بضربها، احنا رح نبالغ فيها ورح اوسعها شوي، رح ينزل خط ويرد يرجع مرة ثانية. بعدين اخر اشي هلا 1 2 تقريبا 2.5 هي صار عندي 5 واتس هول مالتيبل، لان انا جبتها 5 اضعافها، لما تخلص الخمسة لازم هذيك تكون خلصت 1 فانطبقوا الاثنين على بعض. هلا ايش بدنا نلاقي؟ بدنا نقاط التقاطع، خلينا نجيب نقاط التقاطع، هذه طبعا نقطة تقاطع، هاي نقطة تقاطع، هاي راح ابالغ فيها شوي واعمل نقطتين تقاطع. بعدين عندي هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة، هاي هدول تنتين مبالغ فيهم، هاي واحدة وهي واحدة. اوكي هلا نحن نرجع نفس القانون مش هيك؟ الساين اذا اكبر من الكارير راح اشغل كيو 1، فخلينا نلاقي هلا النقاط اللي الساين بيكون فيها اكبر، راح نشغل البلسز كيو 1 وكيو 4. وين الساين اكبر؟ هون واضح انه الساين اكبر عند النقاط هاي، راح ننزل خط هلا من هون ورح انزل خط من هون، وهذا رح يكون كيو 1 وكيو 4 1. بعدين في فترة بسيطة جدا الساين اقل، انا راح زي ما حكيت احنا بالغنا فيها ماتش، هي تكون يا دوبها راح تبين فعليا مش راح تاثر كثير، بس احنا نرسمها حتى تكون ملتزمين. وبعدين عندي هي هون، هلا الساين صار اقل هون، ما فيش عندي شيء لحد النقطة هاي. بعدين هون ايش رجع الساين؟ اكبر، فبرجع بشغل، بعدين بطفي لحد هون. هلا هون زي ما هديك النوتش راح يطلع معي نوتش صغيرة جدا هون معكوسة، بعدين بنضل ماشيين لهون، بعدين هون بترجع معي أكبر من لحد النقطة. هلا صار السويتشينج مور انترستينج وعدد السويتشز زي ما حكى عبد الرحمن هلا زاد عدد السويتشز، فاحتمال أنا في ويف فورم هارمونكس جديدة عم بتخلص منها من هون. الكومبلمنت تبعها شو راح يكون؟ راح يكون هو كيو 2 وكيو 3، فراح امشي لهون هيك وراح تلاقوا التو واي فورمز هم نفسهم بس شيفتد باي 180 ديجريز، يا مضروبين في ماينس يا شيفتد باي 180 ديجريز، يعني اللي بشوفه هون راح اشوفه هون، فبيطلع معي هيك بهذا الشكل. اوكي هي هدول صار عندنا، هلا شو راح يطلع معي الاوتبوت؟ قلنا الاوتبوت نفس الشيء مش راح يطلع غير بلس في اس وماينس في اس بنفس الطريقه. اذا بالفترة هاي عندي Q2 وQ3، هلا مش معنى انه Q2 وQ3 هم اللي اون معناها الكرنت راح يمشي في Q2 وQ3، ممكن يمشي في D2 D3 اذا كانه بوزيتيف، اذا كانه نيجاتيف راح يمشي في Q2 وQ3. اذا هون راح يكون عندي ماينس VS لحد النقطة هاي، راح نضلنا ماشيين لهون، عند النقطة هاي راح يعكس شوي صغيرة، بعدين راح يضل عندي ماشي بلس VS لحد هون، هون راح يصير ماينس VS لحد النقطة هاي، بلس في اس لحد النقطة هاي، بعدين راح يضل هون. بعدين راح يضل عندي هون لحد النقطة هاي، راح يعطيني بلس في اس
بعدين رح نمشي لعند النقطة هاي. هاي صارت الويف فورم. عدد السويتشنج، عدد مرات السويتشنج زاد، رح ينزل الهارمونكس عندي. وزي ما حكى عبد الرحمن عندي الزوايا هذول من رح يبدوا يأثروا. الزاوية هاي ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3 ألفا 4 ألفا 5 ألفا 6 و 7 هذول كلهم. ولسه على فكرة السيمتري موجودة عندنا، اللي حابب يحسب هاي الهارمونكس فيها الكوارتر ويف سيمتري موجودة، متذكرين؟ يعني بإمكانك إذا بدك تطلع الهارمونكس تضرب في 4 وتكامل من وين لوين؟ من هون لباي على 2. وين باي على 2؟ هي لهون. كان لنص النوتش، هاي لنص النوتش الكامل بتطلع الهارمونكس. وكمان لاحظوا انه اذا عملت شيفت باي باي وضربت في ماينس بتنطبق. فكمان فيش ايفن، يعني نفس الشيء، فيش عندي ايفن هارمونكس، فيش عندي كوساين، كلهم ساينس، فيش عندي افريج. فلساهم رح يكونوا بس اللي ببينوا هم 3 و5 و7، بس احتمال كبير انه احنا بدينا نشيل منهم هدول. شيل، نعم. طيب الساين البالص الصغير كيف عملت؟ جبتها من هون، لانه هو المشكله هون احنا، لانه الموديوليشن اندكس عندي 1، مفروض هاي بس تو تاتش ات، بس بتلمسها لمس. فبس انا شوي بالغت فيها حتى تبين معي، ولا راح تصير يعني هذا. نعم، احنا في هون تو نوتشز. نعم صحيح، عندنا هاي وعندنا هاي. نعم، واحده افترض انه الكارير اكبر، واحده الكارير اصغر. صحيح، انا اللي فرضته هون بالغت شوي فيها، فرضت انه الكارير كانه طلع فوقها ونزل، هو فعليا راح يلمسها بنقطه. وهون نفس الاشي، فرضت انه هو نزل تحتها بس هو لمسها بنقطة بس عشان هي لما تعملها على السيميلينك راح تلاقيها خط. نعم، بس ممكن يكون عكس، من فوق تكون كارير اقل وتحت الأقل. طبعا اذا كانت تحتها وما لمستهاش. ما هي هون اللي صارت هون يمكن تقريبا، يعني هون انا بس زي ما قلت لك انا بس خليتها بدل ما تلمسها بنقطة حبيت ابينها، ولا كان راح ارسمها خط. فانت لما برسم لك خط مش راح تفهم شو الخط هذا، فانا وسعته بس شوي صغيرة عشان يبينها طلعت ونزلت. هي يا دوب لمستها، يعني التاتشز ات، لان هي جاي اظن مضبوط، مش هي البيك، البيكس جايين على بعض الاثنين بالحاله هاي. اذا هذا هون عندي راح اتخلص من هارمونكس مختلفه، وهون عندي ام سي بتساوي 5 والام اي بتساوي 1. لسه ام اي 1 لانه الامبليتيود تبع الساين بيساوي الامبليتيود تبع الترينجلر ويف فورم. اذا نلخص الثلاث اشياء، اذا بدي اخفف من الهارمونكس شو برفع؟ برفع ام سي، يعني برفع الفريكونسي تبع الترينجلر ويف فورم. انا دائما بفضل انه ام سي تكون هول نمبر، مع اني شفت في ناس مرات بيستعملوها هاش، بس الافضل هتكون هول نمبر. يعني بدك ترفعها بدها تكون 5 اضعاف او 10، او مش شرط تكون ايفن، ممكن تكون ايفن اود. بدنا نغير الفريكونسي تبعت الساين ويف، لانه رح تشوفوا بعدين بالدرايفز تغيير الفريكونسي تبعت الساين ويف رح يغير سرعه الاندكشن موتور، السينكرون سبيد للاندكشن موتور لما تاخذوا ماشينز او اللي ماخذ منكم ماشينز. فبهمني اغير انا الفولتج والفريكونسي. تغيير الفولتج تبع الاوتبوت بيعتمد على ام اي الامبليتيود تبع الساين ويف، تغيير الفريكونسي تبع الاوتبوت بيعتمد على الفريكونسي تبعت الساين ويف. الام سي كل اللي بتعمله الام سي بتخفف من الهارمونكس، بتعمل اليمينيشن للهارمونكس زي ما حكينا المره الماضيه. احتمال كبير اللي بحب يجرب هاي مثلا يشوف، بس المشكله احنا مش عارفين الزوايا، بدك تحسب الزوايا من الترانجلر ويف فورم اللي هون تطلع. نعم، كيف هلا تتحكم بالاوتبوت فريكونسي يعني مثلا تبع السيجنال اللي هي بدك تغير الريفرنس هذا؟ طب كيف؟ بدك تغيره بالجنريتر اللي عندك، ما هو عندك هذا شو راح يكون في الواقع؟ هذا راح يكون بيك مايكرو كنترولر. بالبيك مايكرو كنترولر في داخلها انت بدك تغير البرنامج بحيث انه يعمل جنريشن لساين ويف، بس الساين ويف هاي في لها فريكونسي وفي لها امبليتيود، بتصير تغير الفريكونسي والامبليتيود تبعه تبع الساين ويف. او اذا رحت على السيمبلينك بتروح على البلس ويف موديليشن بتغيره، يعني بدك تغيره في الكود.